طيب سيد فولودمير، دكتور أولجا تقول أن ما يحدث الآن هو تهديد وجودي ربما يتيح لروسيا أن تدافع عن نفسها بشكل أو بآخر. إلى أي مدى هذه التحركات وهذه التفاعلات مقلقة بالنسبة لكييف، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار هذا التصريح الذي صرح به الرئيس الصربي قبل أيام من الآن بأن العالم بالفعل مقبل على حرب نووية خلال أشهر قليلة، والرئيس الصربي مقرب من النظام في موسكو؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. بصراحة التوتر بين الدول النووية أمر خطير جدا للغاية. لنكون صريحين بأن الاتحاد السوفيتي يعتبر بأن السلاح النووي هذا السلاح الردع، ولكن روسيا اليوم تستخدم السلاح أو ترغب باستخدام سلاح نووي كي تهديدات، كي هجوم. كل تصريحات روسية بأن روسيا تدافع نفسها هنا في أوكرانيا بصراحة هذا هراء. نحن نشاهد بأن أوكرانيا هي حتى ليست مرشحة انضمام إلى ناتو. نعم، من أوائل التسعينات أوكرانيا ترغب انضمام إلى ناتو، ومن أوائل التسعينات ناتو لا ترغب أوكرانيا انضمام إليها. علاوة على هذا دون نتذكر بأن في سنة 2000 بوتين أيضا أرغب انضمام روسيا إلى ناتو. يعني لروسيا ممكن أن تكون رغبة انضمام إلى ناتو، ولكن لأوكرانيا ممنوع. إذا روسيا هجمت أوكرانيا بسبب ناتو، لماذا روسيا لم تهاجم فنلندا التي دخلت في ناتو منذ سنة؟ مساحة أو حدود بين، معذرة، حدود بين روسيا بررت هذا الأمر أكثر من مرة سيد فولودمير لأن أوكرانيا تهديد حقيقي على أمنها القومي وليست فنلندا. بصراحة هذا أيضا هو، كيف ممكن مسافة بين سان بيتربورغ وروسيا وفنلندا 150 كيلومتر، حدود فنلندية روسية أطول من حدود أوكرانية روسية. في بالمناسبة اليوم نحن نشاهد انسحاب قوات روسية من محافظة سان بيتربورغ إلى أوكرانيا. يعني بصفة عامة روسيا لا تخاف لا تخاف ناتو. بصفة، لنكون صريحين، كيف ممكن أن بلد رقم 2 بترسانة نووية في العالم سوف تخاف ناتو؟ بالعكس، نحن نشاهد بأن خوف أمام روسيا يشل ناتو بصفة عامة، وخاصة حول انضمام أوكرانيا إلى ناتو. ولكن على كل حال أكيد هذا الأمر مقلق، التوتر وتهديدات روسيا. بالمناسبة روسيا هددت 60 مرة باستخدام سلاح نووي ضد غرب، وخاصة ضد أوكرانيا. ضد أوكرانيا التي نزعت ترسانة نووية، طائرات استراتيجية، صواريخ باليستية، كل شيء. يعني أوكرانيا نزعت وفقا للمذاكرة بودابشت، وأوكرانيا حصلت على ضمانات أمنية من دول نووية ومن سخرية القدر من روسيا، حماية أوكرانيا وعدم استخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا. ولكن روسيا كمعتاد تنتهك اتفاقيات وتهدد باستخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا. هذا بصفة عامة أكيد مقلق جدا لأوكرانيا، ويوجد حق معنوي لدى أوكرانيا بأن تطلب من غرب حماية أوكرانيا، لأن وفقا للمذاكرة بودابشت أوكرانيا حصلت على ضمانات أمنية من غرب.